كلنا فخر اليوم أن نكون متواجدين في إطلاق النسخة السادسة من جائزة رياضة المرأة، واللي تكون تحت رعاية أمنا أم الإمارات، ربي يحفظها ويطول في عمرها، رعاية سخية ودائمة على مدى الست دورات الماضية. هذه الجائزة تستهدف ليس فقط الفوز، لكنها تستهدف خلق مناخ إيجابي يسمح بالتنافسية الإيجابية بين بناتنا البطلات في الإمارات وفي دول العالم العربي، وأيضا بين جميع المؤسسات اللي ترعى الرياضة وخصوصا رياضة المرأة. التوجيهات اللي عندنا من ربي يحفظها سمو الشيخة فاطمة متهزاع رئيسة اللجنة المسؤولة عن هذه الجائزة، أن نحن نركز على المبادرات الإبداعية اللي تستهدف تغيير إيجابي وتمكين متواصل للمرأة في مجال الرياضة وفي جميع المجالات الأخرى. مهم جدا أن نحن ننظر للأبحاث العلمية اللي موجودة، للتطورات التكنولوجية والاستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المبادرات اللي تجعلها متميزة ومختلفة، ودائما تضفي علينا نكهة مختلفة لهذه الجائزة.